اصنع امورا. الامر الاول ان تنام مبكرا، ان تنام مبكرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لاجل ان ينام الانسان مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هذه واحده. ثانيا ان يكون عندك نيه عند النوم وعزم وتصميم على انك سوف تقوم لصلاه الفجر، فحينئذ سوف يسهل عليك القيام. ثالثا ان تستعمل منبها، ساعه تجعلها عند راسك تنبهك، وان خشيت انها ويبعدها عنه من اجل ان يكون صوتها قويا حتى يقوم، افعل هذا ما في مانع. رابعا اذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند راسك ان كان عندك تلفون، وقل لاحد اخوانك اذا اذن الفجر فازهم عليه. المهم ان الانسان يستطيع ان يفعل الاسباب التي يتوصل بها الى ان الاستيقاظ حتى يؤدي صلاه الفجر في وقتها. ومن عود نفسه الكسل فانه لن يزال على كسل. اما صلاته بعد وقتها فان كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبوله.